هو سعد بن عبادة الخزرجي بن ساعدة، كان من الذين أسلموا قديما قبل بيعة العقبة الثانية، ومباشرة شارك في بيعة العقبة الثانية، وكان أحد النقباء في تلك البيعة، البيعة التي فيها أنهم ينصروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم يؤوه. وبعدها أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر إليها.